انت فعلا هاجمت كابتن محمود الخطيب في احد الندوات؟ لا دي يعني دي اشاعات طبعا من ضمن الاشاعات اللي احنا بتوجه لنا والانتقادات اللي بتوجه لنا. لا طبعا كابتن محمود الخطيب ده اسطوره النادي الاهلي في كره القدم ومحدش طبعا فينا يتجرأ ان هو يتطاول على اي حد من ابناء النادي الاهلي او من اي قائمه او اي مرشح لانتخابات النادي الاهلي. ايه مفهوم المبادئ وقيم النادي الاهلي عندك؟ والله انا شايف القيم والمبادئ دي القيم والمبادئ الشخصيه اللي البني ادم هو اللي بيمثلها. مفيش حاجه اسمها قيم ومبادئ مؤسسه، في حاجه اسمها قيم ومبادئ الشخص اللي بيمثل القيم والمبادئ. المبادئ اللي هي المبادئ الطبيعيه اللي اي بني ادم في الدنيا اللي بتمثل في النزاهه، الصدق، الاخلاص في العمل، عدم التلون، عدم النفاق. دي المبادئ. المبادئ اللي الشخص يقدر ينفذها على ارض الواقع، مش مجرد ان انا بقول مبادئ انا بشبهها يعني هي زي دولاب بفتحه بوقت ما احب ان انا ابين ان في مبادئ واقفله لما احب ان انا اتجاهل ان في مبادئ. فالمبادئ هي هو الشخص اللي بيمثل المبدا نفسه، المبادئ الطبيعيه اللي احنا بنتعامل بيها في حياتنا. الى اي مدى بتشوف انه مبادئ وقيم النادي الاهلي متوارثه وتم الحفاظ عليها من خلال المجلس الحالي اللي فيه انتقادات كتير يقول لك لا اصل هو ما حافظش على المبادئ؟ لا طبعا انا يعني ده يعني مش عايزين دي من ضمن الانتقادات اللي بتوجه لنا. مبادئ النادي الاهلي هتفضل موجوده طول العمر. مفيش اي مجلس سابق ولا قادم هيقدر ان هو يخالف مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي. بنهاجم ان المهندس محمود طاهر ضيع هيبه النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي. مش عارف بصراحه يعني هيبه النادي الاهلي ضاعت في ايه ولا قيم النادي الاهلي ضاعت في ايه. فدي يعني من ضمن الحمله للاسف الشديده اللي بتوجه للمهندس محمود طاهر. احنا عمرنا ما كنا بنشوف حد بيهاجم النادي الاهلي او بيهاجم رئيس النادي الاهلي. كان اي رئيس ايام الانتخابات كان بيبقى فيه انتقادات بسيطه، ولكن اول ما بيقعد على كرسي رئاسه النادي الاهلي كان كله بيرفع القبعه وتفضل يعني كمل عملك وكمل شغلك.